بيك إيناس وجميع مشاهدينا على نسمة لايف. احنا تو موجودين امام قاعة مع الحمامات بالمدينة. القاعة هذه كانت مغلقة وبعد ما افتحت ابوابها يعني استقبلت عروض اجنبية، لكن اليوم اول فيلم تونسي باش يتم عرضه في القاعة هذه، وهو فيلم تونيس باي نايت. الفيلم هذا تم عرضه البارح في العاصمة بحضور جماهيري غفير، كما اليوم زاد في الحمامات جمهور غفير الى جانب حضور مختصين في السينما. والاكثر التفاصيل يحضر معنا مباشرة الياس بكار مخرج فيلم تونيس باي نايت باش يعطينا فكرة على الفيلم. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا. بون تونس الليل، تونس باي نايت، فيلم بطولة رؤوف بن عمر، أمل الهذيلي، حلمي الدريدي وأميرة شبلي. تونس الليل يحكي على عائلة تونسية تعيش أطوار صعيبة وغريبة بعد 11-17 ديسمبر 2010. يوسف بن يونس يمثل رؤوف بن عمر، متألق ما شاء الله عليه، دونك مذيع في الإذاعة الوطنية، يعيش ضغط كبير بعد حادث 17 ديسمبر، ومن غاديك تتطور أحداث القصة. مش نحكي لكم الحكاية الكل، ولكن نخليو المتفرجين يجيو ويتفرجوا في الفيلم ويعطيوا آرائهم. ومرحبا بهم. يعني شنو رايك في القاعة انه اليوم استقبلت اول فيلم تونسي؟ يعني والفيلم نشوفوه يعني دور على الجهات، البارح في تونس اليوم في الحمامات. شوف ممتاز القاعة، القاعة اليوم بالحق جميلة جدا، قاعة حلوة ياسر تفتخر بها مدينة الحمامات. القاعة هذه فيها يعني شاشة حلوة والصوت ممكن يزيد يتحسن أكثر، ولكن نظيفة تحترم الأفلام وتحترم جمهورها، وهذاك اللي حاشتنا به نحن اليوم في تونس. شكرا لك الياس بكار مخرج فيلم تونيس باي نايت. وتوا زاد باش ينضم الينا مباشره لسعد قوبانتيني منتج فيلم تونيس باي نايت. مرحبا بك. عسلامة. مرحبا بكم. مانيش المنتج، الموزع، موزع فيلم تونيس باي نايت، المنتج سي محمد علي بن حمراء، هذا بيا نفكروا بلاصتو نهار. صار خلط مثال شبيكة أجواء المباشر. باهي، لو كان نحكيو سي لسعد يعني على المواعيد نتاع الفيلم باش نشجعوا المشاهدين باش يجوا يتفرجوا. بالنسبه للمواعيد، هو الفيلم ان شاء الله باش يبدا على قاعات السينما اللي في تونس كل نهار 27، دونك باش يكون موجود في القاعات اللي موجوده الكل، هما 13 قاعه. عملنا احنا اتفاق ان شاء الله مع وزاره الثقافه ان شاء الله يتنفذ، ان باش نخرجوه زاده في 16 دار ثقافه، معناها باش يكون موجود حتى في جهات ما فيهاش قاعات سينما. وبالنسبه لهنا لقاعه المدينه اللي احنا اليوم معناها فيها، باش يكون فما 3 عروض يوميه ابتداء من 4 نتاع العشيه، وان شاء الله ماذا بينا احنا الجمهور التونسي معناها يجي ويتفرج في الفيلم. وهو الفيلم راهو معناها يمسنا كتونس الكل، ويحكي على عائله تونسيه واجواء تونسيه، وفيلم كما قلت قبل قالب وقلبا تونسي وبانتاج تونسي. وان شاء الله ما الناس كل تجي، وباش زاد باش نقول لجماعه الحمامات ونابل والولايات لهن المجاوره، هما يحبوا ديما قاعه سينما، يجيو وتفرجوا واستهلكوا سينما في القاعه نتاعكم هذيا، باش احنا زاد نجموا نجيبوا افلام ونزيدوا نواصلوا ان شاء الله. شكرا لك لسعد قوبانتيني موزع فيلم تونيس باي نايت. إناس الكلمه ليك، عوده الى استوديو خليل قروي بيرتس. صحة ضحى.